مرحبا بكم. يعد كوكب المشتري أكبر وأقدم الكواكب الثمانية التي تم اكتشافها، وهو أيضا أحد الكواكب الأكثر غموضا في المجموعة الشمسية. إن حجم هذا الكوكب كبير للغاية، لدرجة أنه يتسع ل 1300 كوكب بحجم كوكب الأرض يكون جميعا بداخلها، بالإضافة إلى أن قوة الجاذبية عليه مذهلة جدا، مما لعب دورا هاما في حماية الأرض من مذنبات فتاكة. ولكن هل راودتكم أسئلة من قبل حول هذا الكوكب؟ مثل ماذا سوف نرى إذا سقط شخص بداخل هذا الكوكب الغامض؟ فتابعوا معنا الإجابة في فيديو اليوم. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا إعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. يتكون هذا الكوكب بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم مثل الشمس، بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى مثل الميثان والأمونيا والمياه، مما ساعد على تميز هذا الكوكب بغلاف جوي متفرد. ومنذ بدأ غاليليو في استكشاف هذا الكوكب العملاق ولاحظ الغيوم الكبيرة عليها، كان العلماء يتساءلون ماذا قد يكون مختبئا داخل المشتري. في الوقت الحاضر استطاع العلم تطوير وسائل أفضل من أجل استكشاف هذا الكوكب، بعيدا عن التلسكوب مثل المركبة الفضائية غاليليو والمسبار الفضائي جينو. وبفضل هذه المركبات الفضائية تم جمع معلومات سمحت للعلماء بدراسة العديد من مظاهر هذا الكوكب العملاق، بما في ذلك الإجابة عن السؤال المطروح عما يوجد داخل المشتري. لنضع بالذات الخيال العلمي الخاص بنا وندخل إلى هذا العالم الغريب لنرى ماذا يقبع تحت غيوم المشتري. ولأن هذه المهمة باسم العلم، لنفترض أنه تم تزويدك ببذات خيال علمية سوف تحميك من البيئة الضارة على كوكب المشتري، مثل مناخه شديد البرودة أحيانا وشديد الحرارة في أحيان أخرى، والأشعة الفتاكة ونقص الأكسجين والضغط الهائل على سطحه. في البداية سوف تسقط عبر غيوم الأمونيا البيضاء بدرجة ضغط 0.5 جو، ونظرا لأن جاذبية المشتري شديدة القوة فسوف تهبط بسرعة أكثر 2.25 مرة من سرعة سقوطك باتجاه الأرض. سوف يكون ضوء الشمس مرئيا ولكنه لن يشعرك بالدفء، ولأن المناخ شديد البرودة في هذا الارتفاع حيث تبلغ درجة الحرارة 150 درجة مئوية. سوف تصل في النهاية إلى أسفل غيوم الأمونيا وأنت تشعر بدرجة من الضغط 1 جو، وفي هذه اللحظة لا يزال يمكنك أن ترى الشمس، ولكن سوف يكون ضوءها مارا بواسطة الغيوم فيصبح اليوم مشابه لأي يوم على الأرض. وفي الأسفل سوف ترى المرحلة الثانية من رحلتك، وهي الغيوم بنية اللون من بيكبريتيد الأمونيوم وكبريتات الأمونيوم بدرجة ضغط 2 جو، حيث يصبح لونهما داكنا بشكل أكبر مع السقوط عبرهما. ومع الانخراط أكثر في هذه الغيوم يبدأ ضوء الشمس في الاختفاء وتبدأ درجة الحرارة في الارتفاع نتيجة للضغط المتزايد حولك، وكلما هبط ازداد الظلام حتى يصبح كل شيء باللون الأسود. ثم تضيء ومضات من البرق هذا المكان المظلم والذي سوف تجد نفسك بداخله، كاشفة عن غيوم جليدية بيضاء. وبينما تعبر خلال هذه الغيوم سوف يزداد الضغط إلى 10 جو وترتفع درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية. وفي هذه المرحلة سوف تدرك أن الغيوم التي مررت بها هي الجزء الأيسر من مغامرتك. عندما تخرج من الغيوم الجليدية البيضاء سوف يصبح الضغط هائلا وتزداد درجة الحرارة بشكل كبير إلى أكثر من 200 درجة مئوية. وبعد وقت طويل من السقوط سوف تبدأ في ملاحظة الغلاف الجوي وقد أصبح أكثر سمكا، وفي النهاية سوف تتوقف حيث أن كثافتك سوف تصبح مماثلة للبيئة من حولك. ولكن لأن بيزتك متقدمة للغاية تكنولوجيا فإنها ستسمح لك بالهبوط أكثر إلى الهوية ولترى ما يوجد في الأسفل. بعد انتظار طويل سوف تكون الآن قد سقطت لمسافة 13000 ميل داخل المشتري، وفي هذه المرحلة سوف يكون الهيدروجين شديد الكثافة حتى أنه سيكون بمثابة معدن سائل، وهذا ما يتسبب في الجاذبية الشديدة على كوكب المشتري. تستمر درجة الحرارة في الارتفاع ويصبح الجو شديد الحرارة أكثر من سطح الشمس، بينما يصبح معدن الهيدروجين من حولك باللون الأبيض ويضيء هذا المحيط الغريب. بعد وقت طويل للغاية من السقوط في هذه الهوية سوف تصل إلى الأسفل أخيرا، وسوف تكون هذه هي الرحلة الأخيرة من رحلتك. سوف تكون على سطح أكبر 10 مرات من كتلة الأرض مكونا من الصخور والجليد المتفرد وبدرجة ضغط 25 مليون جو. شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.